السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الحديد اليوم مواجهة الأسعار من أرض المصنع اليوم كالتالي: اليوم 19/8/2022 سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 17670 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 18070 جنيه للطن، حديد العتال 18050 جنيه للطن، حديد المصريين 17570 جنيه للطن، حديد الجرحي 17850 جنيه للطن. أما حديد الكومي والجيوشي وحديد العشري والمعادي ومصر ستيل ب 18000، الأربع مصانع دول ب 18000 جنيه. أما حديد الدخيلة سجلها 18170، المراكبي 17850 اللي هو المراكبي، وحديد عطية 18070 جنيه للطن. أما المصانع الاستثمارية، المصانع الاستثمارية سجلت طن 17200، 17500 يصل المستهلك ب 17500، 17700. فضلك لو مشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس وتعملوا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.